مرحبا بكم في الفيديو رقم 840 من دروس شيم اورجانيك على قناتكم قناه دروس. في الفيديو السابق كنا عطينا شرحنا ايزوميري دو كونفورماسيون، اذا غادي نستكملوا الشرح ديال ايزوميري دو كونفورماسيون. اذا كيف ما كتلاحظوا عندي هاد ريبريزونطاسيون دو نيومان ديال هاد لا موليكول. اذا كيف ما كتلاحظوا سي اش 3 او اش 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 سي ال سي 2 ا 5 ومطلوب منك دير روتاسيون دو 120 دوغري، دوران ديال 120 درجه. اذا كيف ما كتعرفوا هاد النيومان، هاد ريبريزونطاسيون دو نيومان ديال هاد لا موليكول كيتسمى ديكالي. اذا كيف ما كتلاحظوا كاين واحد الفرق ما بين سي اش 3 و اش، الفرق ما بين هاد الروابط، اذا كيتسمى نيومان ديكالي اللي شرحناه في الفيديوهات السابقه. هذا ماشي نيومان اكليبسي ولكن نيومان ديكالي. اذا الامر اللي خصك تعرفوا هو انه في نيومان ديكالي يعني الزاويه اللي ما بين الروابط دائما كتساوي السين. اذا الزاويه ما بين سي اش 3 واش كتساوي السين، الزاويه اللي ما بين اش واش كتساوي السين درجه، الزاويه اللي ما بين او اش وسي 2 ا 5 كتساوي السين، ما بين سي 2 اس سي 2 ا 5 واش السين، ما بين اش وسي ال السين، سي ال سي اش 3 كتساوي السين. اذا كيف ما كتلاحظوا السته ديال الزوايا ديال السين، اذا السين في 6 هي 360. اذا الزاويه المليئه كيف ما كتلاحظوا 360 درجه. هذا هو اول امر دائما، يعني ماشي في هذه الجزئيه، دائما نيومان ديكالي الزاويه ما بين زوج ديال الروابط متتابعه كتساوي 60. اذا هذا هو الامر اللي اول امر خصك تعرفه. دابا منا غادي نديرو روتاسيون دو 120 دوغري، يعني دوران ديال 180 درجه، ان الدوران يكون ديال الكربون الخلفي حول الكربون الامامي. اذا هذا هو الكربون الامامي والكربون الخلفي هو الدائره، اذا اللي كيدور هو الدائره الكربون الخلفي. هذه ماشي قاعده ولكن الاغلبيه كنخدموا بهذه الطريقه، هذه الاغلبيه الاساتذه كيخدموا بهذه الطريقه. اذا من غادي يدور 120 درجه، يعني غادي كما قلنا ان الزاويه ما بين اش واش هي 60 درجه، وما بين او اش و سي 2 ا 5 هي 60 درجه، وكذلك الامر بالنسبه للزاويه الاخرى، يعني 120 درجه هي 60 زائد 60، يعني اش غادي تدور بالسين زائد السين هي 120، يعني اش غادي تجي بلاص سي 2 ا 5، والزاويه ما بين سي 2 ا 5 و سي ال هي 120 درجه، يعني سي 2 ا 5 غتجي بلاص ا سي ال، وسي ال غتجي في المكان ديال اش. اذا باش تبان لكم مزيان ان الزاويه ما بين اش و اش هي السين، الزاويه ما بين او اش و سي 2 ا 5 هي السين، السين زائد السين هي 120، يعني هذه هو الدوران المطلوب منه. اذا اش غادي تجي في المكان ديال سي 2 ا 5. اذا غنحافظ على الكربون الامامي كيف ما هو، كيف ما كنعرفوا سي اش 3 او اش اش، اذا كيف ما كنعرفوا سي اش 3 او اش اش، اش غتجي في المكان ديال سي 2 ا 5، اذا هي اش، سي 2 ا 5 غتجي في المكان ديال سي ال، اذا كيف ما كنلاحظوا سي 2 ا 5، سي ال غتجي في المكان ديال اش، اذا كيف ما كنلاحظوا سي ال. اذا هذا هو كيتسمى دو ايزومير دو كونفورماسيون اولا كونفورمير. اذا كيف ما كتلاحظوا درنا ايزوميري دو كونفورماسيون في الفيديو السابق ديال بتمثيل كرام، وفي هذا الفيديو درناه بتمثيل نيومان. اذا الى هنا ينتهي الفيديو، ننتقلوا للفيديو الثاني اللي نكملوا فيه الشرح ديال ايزوميري شابيتر ديال لي ايزومير اللي غادي نعطيو فيه اناليز كونفورماسيونيل. اذا ننتقلوا للفيديو التالي اللي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو.